أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج المواجهة. أكون مع حضراتكم على مدار هذه الساعة أنا لما جبريل. على مدار الساعات الماضية تابعنا تطورات سريعة للأوضاع في رفح، نشاط مكثف من الدولة المصرية لوقف التصعيد من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقن دماء الفلسطينية، بالإضافة إلى تحذير مصر ولإدانتها شديدة اللهجة لتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. تصعيد رفضته مصر شكلا ومضمونا، ووصفته الخارجية المصرية في بيانها بأنه تصعيد خطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني. الرئيس السيسي دعا جميع الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، في الوقت اللي الحقيقة أنه مصر بتبذل فيه على مدار أيام متواصلة كل ما في وسعها وأكثر، ربما لنجاح المفاوضات بين حماس وإسرائيل وللوصول إلى هدنة حقيقية على الأرض. طرفين نفسهم الحقيقة بخطوا خطوات كلها تؤدي إلى عدم إنجاح المفاوضات شكلا ومضمونا. إذن ما هي الخيارات المطروحة في الوضع الراهن في رفح؟ ما هي الواجبات التي لا مفر للعالم والمجتمع الدولي أن يتحملها ويلتزم بها لوقف التصعيد الإسرائيلي؟ وكيف تمكنت مصر وسط كل تلك الضغوطات من إبقاء قنوات التواصل والمفاوضات بشأن الهدنة قائمة أملا في تحقيقها أو إنجاحها أو تنفيذها على الأرض؟ محاور عديدة ناقشها مع ضيفي الكريم في الاستوديو بعد لحظات، الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، ابقوا معنا. أجدد التحية مشاهدينا الكرام لحضراتكم ولضيفي الكريم في الاستوديو دكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار. يا دكتور أهلا بك. أهلا وسهلا بك. تطورات الحياة سريعة جدا منذ الأمس وحتى هذه اللحظة التي نتحدث بها، تصعيد إسرائيلي أقل ما يمكن وصفه بأنه غير مسؤول، يمكن سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مباحثات تجرى هنا في مصر أو في القاهرة تحديدا ونحن نتحدث الآن أيضا، الأمور تعقدت بشكل كبير حتى أنه بعض التقارير خرجت بأنه هل هناك مخرج من غزة؟ كيف تقرأ المشهد الحالي؟ يعني أولا بالتأكيد المشهد بالغ التعقيد وبالغ الصعوبة، ولكن أنا في تقديري أنه لا يختلف كثيرا عن التكتيك اللي بتتبعه دايما إسرائيل عند اقتراب أي أفق للحل، لأنه إسرائيل دائما ما تتبع تكتيك حافة الهوية، ويمكن ده اللي أشار إليه بيان الخارجية النهاردة، وده بيؤكد أنه مصر تدرك تماما وتفهم تماما وتعي جيدا ما يقوم به أو تقوم به الحكومة الإسرائيلية من مناورات ومحاولات للضغط ومحاولة مخاطبة الداخل الإسرائيلي أكثر من الالتزام بالمفاوضات أو التهدئة أو مساعي استعادة الاستقرار في القطاع.
إسرائيل بتعتمد بشكل واضح على استراتيجية حافة الهواء، بمعنى أن تضغط عندما يقترب الحل إلى أقصى مدى ممكن، حتى أولا تحسن موقفها التفاوضي، ترسل رسائل للداخل الإسرائيلي بأنها قوية وقادرة وعلى إنفاذ أهدافها، أيضا تبعث برسائل للخصوم، وهنا في هذه الحالة هي حركة حماس، بأنها مستعدة للاستمرار في هذا النهج التصعيدي، قادرة على الدخول لمدينة رفح ومحاولة تحقيق الأهداف التي فشلت فيها على مدى الشهور السبعة الماضية. وبالتالي هذا التكتيك متبع، وكانت لو نلاحظ مع كل اقتراب لأفق الهدنة تقوم بهذا الأمر. هذه المرة الأمر أصعب، لأنه إسرائيل تدرك جيدا والحكومة الإسرائيلية تدرك جيدا أن التوصل إلى هذه الهدنة هذه المرة ستكون هدنة طويلة المدى، وبالتالي يعني وفقا لأدبيات أو السياسات الإسرائيلية الموجودة والتحليل السياسي الموجود إنهاء للحرب، وإنهاء للحرب يعني وفقا لبعض الدوائر الإسرائيلية اعتراف بالهزيمة، لأنه أي من الأهداف التي أعلنها بنيامين نتنياهو في بداية المعركة لم يستطع تحقيق أي من هذه الأهداف، لا تحرير الأسرى والمحتجزين في غزة، لا الوصول إلى قيادات حركة حماس، لا منع حركة حماس من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كل الأهداف الميدانية والسياسية فشل فيها. هل دخول رفح، عذرا يا دكتور عن المقاطعة، هل دخول رفح يمكن أن يغير أي من هذا الفشل الذي فشلته حكومة إسرائيل في التوصل لأي من أطراف حماس أو التخلص منها أو العثور على أسرى؟ ده بالعكس تخرج بعض المعلومات من الفصائل الفلسطينية بأنه من خلال الضربات الإسرائيلية يقتل بعض الأسرى. للأسف الشديد إسرائيل بتفهم هذه الأخبار بمعنى آخر، أنه ده تأكيد على وجود الأسرى في هذه المنطقة، وبالتالي هي تضاعف من ضغوطها على حركة حماس وعلى قيادات حركة حماس. الأمر الآخر هي محاولة للحاق في الأمطار الأخيرة بأي مكسب يمكن تسويقه إعلاميا وتسويقه داخليا على أنه انتصار، بمعنى إذا استطاعت القوات الاحتلال الإسرائيلي اغتيال مجموعة من القيادات أو الوصول إلى بعض القيادات الكبيرة في حركة حماس أو في الفصائل الفلسطينية، سيروج ذلك على أنه انتصار وأنها عمليات كبيرة استطاعت قوات الاحتلال تنفيذها. إذا استطاعوا الوصول إلى أي من الأسرى بشكل أو بآخر يمكن ترويج ذلك على أنه نوع من أنواع الانتصار، وبالتالي أتصور أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يبحث عن نصر زائف حتى ولو كان زائفا يقدمه للداخل الإسرائيلي، لأنه يدرك تماما حجم الضغوط الداخلية وحجم الانقسامات الداخلية، وأنه سيواجه لحظة عصيبة للغاية بمجرد وقف القتال. أولا سيواجه قبل وقف القتال تفكك التحالف الحكومي، لأنه بن غفير وسموتريتش أعلنوا بشكل واضح أن التوصل إلى هدنة يعني تفكك الائتلاف. ثانيا سيواجه المحاكمة. ثالثا عدد كبير من القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل ستواجه المحاكمة. وبالتالي في كل الأحوال ووفقا لكل السيناريوهات توقف الحرب ليس مصلحة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. سأعود لهذه النقطة دكتور، ولكن الموقف الحالي للمفاوض المصري كيف ترى؟ هو الحقيقة المفاوض المصري مفاوض عنده خبرة على مدار سنوات عديدة جدا مع هذا الملف، الحقيقة وصل لنقطة لم يكن يتخيلها أي طرف في العالم، النقطة اللي احنا فيها، على الرغم من أنه مازال الأمر معقد ولكن على الأقل مازالت المفاوضات بشكل أو بآخر جارية، طبعا لكل طرف أسبابه الخاصة ولكنها مازالت جارية وهذا مكسب في حد ذاته. بين طرفين مواقفهم شديدة التناقض، شديدة الاختلاف، الحقيقة في شماعات مع كل خطوة بيوصل ليها المفاوض المصري من الأطراف الطرفين، بكلم على الطرف الإسرائيلي والطرف الفصائل الفلسطينية أو حماس. شايف ازاي يا دكتور موقف المفاوض المصري في هذا التوقيت وفي مفاوضات بتجرى في القاهرة الآن؟ يعني أولا فكرة استمرار المفاوضات وإصرار مصر على استمرار المفاوضات رغم كل الظروف الصعبة اللي واجهناها وكل محاولات التجاوز أو تجاوز المفاوضات وإفشال هذه المفاوضات، أنا بعتقد أن ده دليل قدرة تمتلكها مصر على إدارة هذا الملف الشائك، على التعامل باحترافية مع هذا التعقيد الكبير والبالغ في هذا الملف، لأنه زي ما حضرتك أشرتي إحنا قدام طرفين لا يجمعهم سوى العداء. النقطة الأخطر أنهم لا يتفاوضان أو لا يتفاوضا بشكل مباشر، ده تفاوض غير مباشر، وبالتالي أيضا كل طرف لديه
أسباب ولديه ذرائع ولديه مخاوف ولديه هواجس من الطرف الآخر، والأصعب أن كل طرف يتصور أن تقديم تنازلات يعني اعترافا بالهزيمة، وبالتالي أنت أمام موقف تفاوضي هو الأصعب في علم التفاوض، أنه طرفين على نقيضي أو على طرفين نقيض يجمعهم عداء عميق وتاريخي. ثانيا كل طرف لا يريد أن يقدم تنازل، وبالتالي المفاوضات هنا تكون شاقة وصعبة للغاية. النقطة الأخطر أن كثير من الأطراف المتصارعة، وأعني هنا طبعا إسرائيل والفصائل، تتراجع بشكل أو بآخر عما تم الاتفاق عليه، لأن متغيرات الواقع سريعة للغاية، والضغوط الداخلية أيضا كبيرة وحاسمة، وبالتالي حتى مع تحقيق بعض المكاسب وتحقيق بعض التقدم نجد الواقع يتغير، وبالتالي تتغير المواقف ونبدأ من نقطة الصفر مرة أخرى. الحقيقة المفاوض المصري يتسم بالبراعة الشديدة، بالحنكة الشديدة، وبالإلمام الشديد بكل دقائق الملف والتواصل مع كل القنوات. وهنا لازم نتكلم على المصداقية التي تتمتع بها القاهرة في اتصالاتها مع كل الأطراف، رغم أن مواقف مصر معلنة بدعم الأشقاء في فلسطين، بالوقوف بشكل كامل مع الأشقاء في فلسطين، إلا أنها تمتلك أيضا المصداقية في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية، لديها قنوات اتصال مفتوحة سواء مع الحكومة الإسرائيلية، مع الولايات المتحدة، مع كل الأطراف التي يمكن أن تكون لها تأثير على عملية التفاوض. النقطة الأهم أنه حتى مع يعني حالة يأس ربما تنتاب بعض الأطراف، القاهرة لم ينتبه هذا اليأس، وفي كل مرة كانت دائما ترى أن هناك نور في نهاية النفق، وكان يتم العمل على هذا الأمر. أعتقد أنه الأسابيع الأخيرة كشفت كمان أنه لدينا القدرة على تحقيق ولو مساحة من التوافق، رغم كل هذا العداء ورغم كل هذه الفوضى التي تثيرها استمرار المعارك واستمرار استهداف للمدنيين في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك أن قدرة القاهرة على حشد الجهود الدولية مسألة مهمة للغاية، لأن مصر تدرك تماما أن المسألة ليست فقط تفاوضا ما بين طرفين متحاربين، القاهرة تدرك تماما أن المسألة أيضا لها تبعات ولها أبعاد إقليمية ودولية، وبالتالي هي تدير الملف وفقا لرؤية شاملة لا تقتصر فقط على طرفي الصراع، ولكنها تقرأ بشكل كامل الملف من خلال الأبعاد المؤثرة على قرارات الدول الطرفين المتصارعين، وأيضا على مواقف الدول التي يمكن أن تسهل وتدعم المفاوضات. برأيك يا دكتور، ما هي الشروط والمكاسب اللي بيسعى كل طرف في هذا التوقيت الضغط لحصدها؟ أولا إسرائيل، خلينا نبدأ من إسرائيل. إسرائيل لديها مكسبين تحاول أن تحصل عليهم، أولا هو تحرير أو استعادة ما يمكن أن تستعيده من أسرى، ثانيا ترسيخ مبدأ أو فكرة وجودها أو استمرار وجودها في قطاع غزة، هذه مسألة تحاول إسرائيل أن تثبتها، فضلا عن مكاسب تتعلق بأنها حققت انتصارات عسكرية وأنها موجودة على الأرض وأنها تفرض واقعا جغرافيا مختلفا في القطاع، وأنها استطاعت أن تقتل عددا كبيرا من قيادات حماس وجنودها، وبالتالي هي تحاول أن تحصل على مكاسب. أهمها في رأيي هو الوصول إلى الأسرى الذين فشلت في الوصول إليهم بالقوة، الوصول بنفسها أو من خلال التفاوض، يعني إذا قبلت بالهدنة، وأنا أعتقد أنه ما تقوم به الآن في رفح يعقد الموقف ويكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية أنها تريد أن تصل بنفسها وبالقوة، لأنها تريد أن تروج أن هذا نوع من أنواع الانتصار. في المقابل حماس، وقف الحرب في حد ذاتها سيكون مكسبا بالنسبة لحماس، وسيكون أيضا ترويجا، لأنها استطاعت أن تصمد في أمام هذا الطوفان الغاشم، وتقوم ببعض العمليات كمان في يعني، وقامت ببعض العمليات وتقتل بعض الجنود الإسرائيليين. فكرة الصمود بالنسبة لحماس هي وفقا للأدبيات الحمساوية وأدبيات المقاومة، مجرد الصمود والبقاء على قدمين ثابتتين أمام كل هذا الحجم من النيران وحجم القصف وحجم الترسانة العسكرية الإسرائيلية سيروج على أنه انتصار. الولايات المتحدة تريد أيضا أن تحقق بعض المكاسب، منها إطلاق سراح عدد من الأسرى والمحتجزين، ومنهم من يحمل الجنسية الأمريكية، وسيروج أيضا ذلك على أنه نجاح لسياسة الرئيس بايدن، فضلا عن فكرة أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك قدرات وأدوات للتأثير في الشرق الأوسط. أعتقد أنه الطرف الأنزه والطرف الذي يمتلك أهداف حقيقية تعبر عن مجمل تطلعات المنطقة هي مصر، وتعبر عن أمننا القومي، هي مصر مسألة أمن قومي يعني. وبوضوح، ولدينا أهداف واضحة في التعامل مع هذا الملف. أولا حماية الأمن القومي المصري،
ثانيا إعادة استقرار إلى المنطقة في وقت تواجه فيه المنطقة اضطرابا خطيرا. ثالثا وده الأهم، فكرة أن يكون هناك أدوات سلمية وسياسية لحل النزاعات بدلا من القوة العسكرية. حضرتك ذكرت بعض المحددات، أسباب وراء اقتحام رفح أو شرق رفح حتى الآن، وتطويق مش تطويق ولكن يعني الوجود في الجانب الفلسطيني من المعبر معبر رفح. برأيك كيف تختلف هذه العملية عن عملية الشمال أو عملية خان يونس؟ طبعا بتختلف اختلاف كبير، أولا لأنه ده آخر مكان يمكن أن يلجأ إليه المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة. ثانيا أن خط التماس الحدودي يضع إسرائيل في مأزق حقيقي إذا تجاوزت الالتزامات المتعلقة بمعاهدة السلام مع مصر. وأنا أعتقد وبدون مبالغة أنه أحد أهم الأسباب التي أرجأت أي عمليات إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية حتى الآن هو التخوف الإسرائيلي من الموقف المصري، والحذر الإسرائيلي الكبير والواضح والمعلن من رد الفعل المصري. لأنه إذا رجعنا إلى التصريحات الإسرائيلية، إسرائيل تتحدث عن اجتياح رفح منذ شهور، ومع ذلك هي تختبر الموقف المصري، هي تحاول أن تجس نبض مصر دائما، أن تترقب ردود فعل القاهرة في كل موقف، وبالتالي هي تحذر بشدة من أن تفتح جبهة مع مصر، لأنه المواجهة مع مصر تختلف تماما عن المواجهة سواء مع حركة حماس أو حزب الله أو حتى أزرع بعض الدول الإقليمية في المنطقة. المسألة مختلفة، وساسة إسرائيل وقادة إسرائيل العسكريين يدركون ذلك تماما، وهذا مكتوب ومعلن في كثير من الصحف الإسرائيلية ومراكز الدراسات الإسرائيلية، يتحدثون بشكل واضح أن الدخول في مواجهة مع مصر الآن لا يعني سوى خسارة أكبر بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي هم يترقبون بشكل كامل الموقف المصري. لكن للأسف الشديد الحكومة الإسرائيلية واقعة تحت ضغط الداخل، هي تحاول أن تبدو في صورة المنتصر، هي تحاول أن تبدو أمام قواعدها الشعبية خاصة القواعد اليمينية المتطرفة التي تطالب بإنهاء حركة حماس وباكتساس الحركة من القطاع وبقتل الفلسطينيين وإلقائهم في البحر وغير ذلك من التعبيرات المستخدمة في أدبيات اليمين الإسرائيلي. هي تحاول أن تظهر لهم أننا أقوياء، أننا قادرون على مواصلة الحرب، لكن في تقديري العملية لن تكون عملية اجتياح شامل، ستكون ربما عملية محدودة تحقق بعض الأهداف التي يمكن ترويجها. مسألة الدخول إلى المعبر هي تبقى محدودة فعلا يا دكتور، بس إلى أي مدى هذا يعني تعريف محدودة بالنسبة بالضبط كده، لأنه فعلا لا نستطيع أن نثق في التصريحات الإسرائيلية، لأنه إسرائيل تمارس الكذب دائما، والحكومة الإسرائيلية تمارس فكرة زي ما قلنا حافة الهوية، سياسة حافة الهوية دائما، وبالتالي وراء كل تصريح ربما تكون أهداف غير معلنة أو أمور غير معلنة. وبالتالي أعتقد أنه الدخول إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني هي محاولة لتأزيم الموقف، لأنه في النهاية هذا هو الشريان الوحيد المفتوح الآن لإنقاذ الشعب الفلسطيني. إسرائيل تحاول من خلال هذه الرسالة أن تبعث برسالة واضحة إلى الجميع، إلى كل الأطراف سواء الأطراف الداخلية في قطاع غزة، أنها عازمة على استكمال عمليتها حتى ولو كان الثمن هو قتل الفلسطينيين بشكل كامل. نقطة تانية بترسل أيضا للمنظمات الدولية، لأنه في النهاية نعلم تماما أن هناك انتقادات حادة لإسرائيل، ثم ضربوا فعلا بعض العمال من منظمات دولية سابقا بالزبط. يعني وضربوا لا يلتزموا تماما بأي صحيح وكمان مع تصاعد الحديث عن صدور مذكرة توقيف بشأن بعض السياسيين الإسرائيليين من المحكمة الجنائية الدولية، هي رسالة كمان يعني أشد خطورة، أنه لا نعنينا هذه التهديدات ولا نكترس بمثل هذه الأمور. لكن أعتقد أنه إسرائيل تكترس، وإسرائيل تهتم بردود الفعل، ردود الفعل من جانب الدول التي تمتلك القدرة على ردع هذا الجنون الإسرائيلي. للأسف الشديد أيضا إسرائيل تستفيد من المماطلة الأمريكية، الخطاب الأمريكي خطاب مماطل، خطاب مزدوج، ما تتحدث به الدوائر السياسية الأمريكية وخاصة دوائر البيت الأبيض والخارجية الأمريكية تعطي ضوءا أخضر خفيا لإسرائيل باستمرار هذه المعركة. عندما يتحدث المتحدثون باسم الخارجية أو البيت الأبيض أو المجلس الأمن القومي الأمريكي بأن يجب الحذر من سقوط عدد كبير من المدنيين، هي حتى لم تقدم هذه المرة الخطة اللي كانت يعني نوهت بها قبل كده أمريكا صحيح لاجتياح رفح وللحفاظ على المدنيين. ده موافقة ضمنية،
موافقه ضمنيه على العمليه، لكن في النهايه هي تحاول ان يعني تزر الرماد في العيون او زرا للرماد في العيون ان تتحدث عن مستقبل المدنيين ومصير المدنيين، لكن للاسف الشديد ما يجري على الارض الواقع يصعب ان يكون هناك ضمانات حقيقيه لحمايه المدنيين. هرجع لحضرتك في موقف الولايات المتحده الامريكيه، ولكن ايه راي حضرتك في انه يقال انه نتنياهو اجتاح رفح لارضاء التيار اليميني المتطرف المسيطر بشكل كبير عليه وشخصين واضح صحيح يعني صحيح. وبعث بوفد للتفاوض فيما يتعلق بالورقة المصرية لارضاء التيار اليساري بشكل او باخر او المعارض. الى اي مدى هذا يمكن ان يكون صحيح فعلا؟ هو صحيح بالفعل، لانه بنيامين نتنياهو واحد من الذين يجيدون لعبة توزيع الادوار، لانه في النهاية يدرك تماما أن اتخاذ موقف حاسم سيجعله في مواجهة مع المعسكر الآخر، وبالتالي هو هدفه الاستراتيجي هو إضاعة الوقت. لو نظرنا إلى أهم أهداف بنيامين نتنياهو هو استنزاف، لعبة استنزاف الوقت، هو يريد أن يمضي الوقت بشكل أو بآخر. هل يفضل التفاوض بعد رفح؟ أعتقد أنه هو هيستمر في عملية التفاوض ولكن بدون جدية كافية، لأنه هو لا يستطيع أو لا يريد الوصول إلى نقطة توقف من خلالها الحرب، هو يريد أن يطيل أمد المعركة، يطيل أمد الحرب، يريد استنزاف الوقت حتى تجرى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وبالتالي هو يراهن على عودة دونالد ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض، ويتمكن أو هكذا يتصور يعني أنه هيتمكن من تحقيق سياساته وتطلعاته وخططه بالنسبة للأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي هو يدرك تماما أن عنصر الوقت هو العنصر الحاسم الذي يملكه، وبالتالي هو يحاول أن يدير المسألة بشكل أو بآخر من خلال أدوات التفاوض وأيضا المضي قدما في مسألة التصعيد العسكري. وبالمناسبة هو يستخدم الأداتين كنوع من أنواع تخفيف الضغط عنه في الداخل، زي ما حضرتك أشرت هناك تيارات بالفعل تريد التوصل إلى صفقة بأي ثمن، وهناك في المقابل تيارات أخرى ترى أن التوصل إلى هدنة والتوصل إلى صفقة يعني تفكك الائتلاف الحكومي، وبالتالي هو يحاول أن يلعب على كل الحبال، أن يغازل كل الأطراف، أن يستخدم كل الأدوات المتاحة من أجل استنزاف الوقت، لأنه هو يدرك تماما أن العد التنازلي ليس فقط لنهاية الحرب ولكن لنهاية مستقبله السياسي، وبالتالي هو يدرك تماما أن المضي قدما في هذه اللعبة يضمن له البقاء وربما أيضا استعادة شعبيته أو الفوز في انتخابات ربما تجرى بعد هذه مبكرا. دكتور لو تسمح لي معنا للوقوف أكثر على الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح، ينضم إلينا الزميل مراسل أكسترا نيوز عوض الغنام. عوض، يعني اليوم به الكثير من المستجدات المتلاحقة كأمس، يعني ضعنا في الصورة لديك، كيف هي الأوضاع؟ خالص التحية لما المشهد هنا تغير بشكل جذري عن رسالة الأمس، كان في هذه الساحة حيث أنا أقف الآن هناك ازدحام شديد من مئات الفلسطينيين الذين حضروا من قطاع غزة إلى الحدود المصرية، وكذلك سيارات الإسعاف التي كانت على مدار الساعة تنقل المرضى والمصابين والجرحى إلى المستشفيات المصرية، وفود دولية وأجنبية على مدار الساعة يعبرون نحو الحدود المصرية. اليوم الوضع متغير تماما، يعني الصمت هو الذي يخيم على المكان، لم يعبر أحد لا من هذا الجانب ولا من الاتجاه الآخر. عند منتصف الليل أمس قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على معبر رفح، وكاننا متعودين في مثل هذا التوقيت الآن نسمع قذائف تأتينا أصواتها بشكل ملموس للغاية، ولم يتقطع على مدار اليوم لما هذه الانطلاقات التي نراها ونتابعها عن كثب لا يفصلنا عنها سوى عدة أمتار فقط. على كل حال، عند منتصف الليل بالأمس قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ودخلت مدرعات في محيط المكان، ثم سيطرت بعد ذلك على عدد من الأبنية، وقبل السيطرة على هذا المعبر سيطرت على معبر آخر هو كرم أبو سالم من الجانب الفلسطيني. وبالتالي الآن توقفت المساعدات سواء التي تدخل من معبر رفح أو التي تدخل من معبر كرم أبو سالم. أول الذين انزعجوا من هذا الموقف هي الأمم المتحدة من خلال مكتبها الدائم في غزة، والذي أعلن في بيان رسمي له على أن هناك مخاطر شديدة على استمرار هذا الوضع كما هو عليه لعدة أسباب ربما
ما هو يعني الإعاقة التي سمحت بها قوات الاحتلال من خلال وجودها داخل المعبر تحول دون وصول المساعدات الدولية المترصة عند معبر كرم أبو سالم أو الموجودة في محيط معبر رفح، وأغلبها كما تعلمين هي مساعدات مصرية. والنقطة الأخرى هي الدعم الذي كان يدخل بشكل يومي خاص بالوقود. كان لدينا 6 سيارات يدخلون بشكل يومي، 4 منهم سولار و2 من الغاز. بات الآن لم يعد هناك إمكانية لدخول هذه المساعدات أو هذا الدعم الذي تحتاجه السيارات والمركبات التي بدورها تقوم بنقل المساعدات الدولية والذهاب بها إلى كل المخيمات وكل أماكن تجمع النازحين في أقصى شمال غزة وجنوبها. فالبيان أكد على أنه لم يعد لدى الأمم المتحدة في مستودعاتها الاستراتيجية الخاصة بمواد الطاقة سوى يوم واحد. بعد ذلك سيكون هناك أزمة حقيقية في التعامل مع هذا الملف الذي ربما يفتح الباب نحو أزمة إنسانية أخرى هي مجاعة، لأن هناك صعوبة في انتقال هذه المساعدات، بالإضافة أن المعبر مغلق لن تصل أساسا المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة. هذا هو جانب. الجانب الآخر حول ما يحدث داخل مدينة رفح وتحديدا عند شرق مدينة رفح. كل القصف أو النصيب الأعظم من القصف الذي يستمر حتى هذا التوقيت هو في المنطقة الشرقية من قطاع رفح، وهناك عدد من الشهداء والمصابين تم نقلهم إلى المستشفى الوحيد هي المستشفى الكويتي، وكان هناك مستشفى أخرى تسمى مستشفى النجار ولكنها توقفت جراء القصف عبر الأيام الماضية، ولم يعد هناك إلا مستشفى وحيد. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة بأنها تطالب المجتمع الدولي ومؤسسات عدة لضرورة التدخل للحيلولة دون يعني السيطرة على هذه المستشفى أو إلحاق الضرر بها، خاصة مع تصاعد الأحداث في هذا التوقيت وزيادة عدد المصابين الذين ينقلون إلى هذه المستشفى مع ضعف الإمكانيات. النقطة الأخيرة هو كان من المنتظر اليوم أن يعبر 140 مصابا وجريحا من جانب قطاع غزة للحدود المصرية، ورأيت اصطفاف سيارات الإسعاف عند الساعات الأولى من صباح اليوم للتعامل مع هذا الأمر، ولكن سيطرت إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني حالت دون ذلك. على كل حال نحن بانتظار أي انفراجة في الموقف، خاصة مع التعهد الأمريكي الذي ظهر منذ قليل متحدث باسم البيت الأبيض يعني تحدث على أنه غدا ربما يفتح معبر كرم أبو سالم، لكن حتى الآن لا ندري إن كانت هناك علاقة بما تقوم به إسرائيل في هذا التوقيت كورقة ضغط على المفاوضات التي تستقبلها القاهرة خلال الساعات القادمة. هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة. لنا تفضلي لو لديك أي تساؤل. الحقيقة أنه هذا موقف مخزي وموقف مهين للمجتمع الدولي بأكمله وليست إسرائيل فقط. عوض الغنام بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وطبعا لنا عودة إليك مع كل ما هو جديد. مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام تابع لنا هذه الرسالة من معبر رفح من الجانب المصري. طبعا وقفة قصيرة مشاهدينا الكرام ونعود لمواصلة هذا الحديث في المواجهة. جديد أرحب بحضراتكم وأجدد التحية بالضيفي الكريم دكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار. دكتور، هل تتخيل أنه هذه المرحلة من المفاوضات نتنياهو هو الذي يحتاج إلى ضمانات تحديدا مع الوضع في الاعتبار موقفه السياسي، الملاحقات القضائية، الموقف العام في الداخل الإسرائيلي؟ فهل يعني تعتقد بشكل أو بآخر أنه محتاج ضمانات؟ أعتقد هو لا يحتاج ضمانات من المفاوضين أو ضمانات من الوسطاء، هو يحتاج ضمانات لخروج آمن، ولكن أعتقد أنه نتنياهو لا يفكر في الخروج الآمن. هذه ليست عقلية رجل يفكر في الخروج، هذه عقلية رجل أدمن السلطة، أدمن التواجد على مقعد رئيس الوزراء، مسكون بفكرة الشخصية التاريخية وأطول رئيس وزراء في الحكم، هو مسكون بهواجس الخلود بالنسبة لإسرائيل أو التاريخ الإسرائيلي، وبالتالي مع شخصية بهذه العقلية وشخصية بهذه الشخصية المسكونة بالهواجس، أنا أعتقد أنه لا يفكر في الخروج ولا يبحث عن ضمانات، وإن كان يبحث عن ضمانات ربما كان بحث عنها في الفترة الأولى في المراحل الأولى، ولكن حجم الدمار وحجم الجنون وحجم العبثية التي يمارس بها سياساته ويمارس بها عملية الحرب الإبادية في قطاع غزة
تكشف بشكل واضح أنه لا يفكر في الخروج. بالعكس، هو لو كان يريد الخروج كانت هناك مخارج أخرى قبل التوصل أو قبل الوصول إلى هذا المستنقع الذي أغرق فيه الجميع وأغرق فيه المنطقة برمتها. وبالتالي لا أعتقد أن بنيامين نتنياهو يفكر في الخروج، وبالتالي فكرة البحث عن ضمانات هو يبحث عن ضمانات للاستمرار في الحكم وليس العكس. إنما فكرة الضمانات لضمان أطراف أخرى، أعتقد أنه كل الأطراف سواء الإقليمية أو حتى في فلسطين هي التي تحتاج لضمانات بضمانات موثوقة بالتزام إسرائيل، لأن إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقات، هي يعني عودتنا على انتهاك كل الالتزامات التي تتفق عليها. وبالتالي أعتقد أنه بالعكس نحن الذين نحتاج إلى ضمانات بالتزام إسرائيل بما ستتعهد به أو تتوصل إليه في الهدنة. الموقف الأمريكي، من المعلوم يا دكتور أنه الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الهدف الاستراتيجي لهذا الحرب لإسرائيل طبعا، ولكنها ربما تختلف في التكتيك. هل تتخيل أنه لدى الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت أي من أوراق الضغط؟ هل تريد أن تضغط أصلا؟ أولا لازم نفرق ما بين مستويين في العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. هناك العلاقة الاستراتيجية ما بين إسرائيل كدولة وما بين الولايات المتحدة كدولة، وهذه المسألة أعتقد أنها لن تتأثر بأي اختلافات أو أي تباينات في وجهات النظر، لأنه في النهاية إسرائيل دولة وظيفية تحقق المصالح الأمريكية في المنطقة وفي العالم. ويعني كنا نتحدث منذ قليل عن فكرة التغلغل الإسرائيلي في الذهنية الأمريكية، وبالتالي هذه مسألة موجودة وقائمة وحقيقة يجب أن نعترف بها. على المستوى الآخر هناك تباين بالفعل في وجهات النظر ما بين الإدارة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو، وهذا التباين سابق حتى للسابع من أكتوبر. هناك تباين في الرؤى وهناك حالة من الفتور في العلاقة ما بين بايدن ونتنياهو حتى قبل طوفان الأقصى، ولكن الخلاف ليس مرده أن هناك يعني نوع من الكراهية أو نوع من العداء. بالعكس، أنا أعتقد أنه الخلاف مرده إلى أن الولايات المتحدة وإدارة بايدن تتصور أن بنيامين نتنياهو خطر على إسرائيل وخطر على مصالح أمريكا في إسرائيل، وبالتالي المسألة هي تحاول، أو إدارة بايدن تتصور أنها بمحاولة الضغط على نتنياهو هي تحاول أن تحمي أو تحمي إسرائيل من نفسها، وبالتالي هي تدعم إسرائيل وسيستمر هذا الدعم. فكرة أن الولايات المتحدة راغبة في الضغط، أعتقد أن الولايات المتحدة لم تبدي حتى هذه اللحظة رغبة جادة وصادقة في الضغط على إسرائيل، حتى رغم كل الرسائل الضمنية، فكرة تمرير بعض القرارات في مجلس الأمن أو تعليق تسليم الأسلحة، يعني حتى ذلك يعني المسألة حتى كشفتها بعض التقارير أنه هناك تعهدات واتفاقيات سرية وقعت وصفقات سرية مضت لإسرائيل. أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة ستستمر بشكل كامل في دعم إسرائيل حتى وإن أبدت بعض الغضب في تجاه بعض السياسات، ولكن في النهاية الولايات المتحدة تدرك تماما أن الحالة الاستراتيجية والعلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل ستستمر ويجب أن تستمر، وهذه مسألة تمثل بالنسبة للسياسة الأمريكية ثابت من الثوابت التي تتجاوز حتى الاختلافات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين. نقطة ثانية ومهمة أيضا يجب أن نأخذها في الاعتبار، أن هذه الحرب في عام الانتخابات الأمريكية، وعام الانتخابات الأمريكية وكما تشير أدبيات السياسة الأمريكية لأن الإدارة تتحول إلى بطة عرجاء لا تستطيع أن تتخذ قرارات مصيرية، قرارات كبيرة، لا تستطيع أن تتورط في ملفات ضخمة، وبالتالي يتم تسيير الأمور بطريقة تسيير الأعمال. الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية تدرك أن شعبيتها ليست في أفضل حالتها، واللوبي الداعم لإسرائيل في الولايات المتحدة هو أكبر ممول لحملات الانتخابات الأمريكية سواء على المستوى الرئاسي أو على مستوى الكونجرس، وهذا تخوف بالنسبة للإدارة الأمريكية حتى في المنافسة. الشأن الإقليمي والأزمة في قطاع غزة تحولت إلى نقطة من السجال ما بين ترامب وبايدن، وكل واحد يحاول أن يبدي مزيدا من التنازلات لإسرائيل استرضاء للوبي الداعم لإسرائيل في الداخل الأمريكي. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة هي التي باتت تخضع للابتزاز الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية هي التي باتت خاضعة للضغط، ضغط بنيامين نتنياهو وليس العكس، بسبب استخدام الضغوط الإسرائيلية والممولين للحملات الأمريكية في عام الانتخابات. وبالتالي أعتقد أن واحدة من المآسي الحقيقية التي تعرقل التوصل إلى حل هو الظروف والملابسات السياسية المحيطة بالقرار الأمريكي في هذه اللحظة. هل تعتقد يا دكتور أنه إسرائيل وتحديدا حكومة نتنياهو لديها إجابة عن سؤال ماذا بعد رفح؟ للأسف الشديد أنا أعتقد أنه هذه واحدة أيضا من المشكلات،
ليس لدى إسرائيل رؤية واضحة وليس لدى الولايات المتحدة رؤية واضحة. الولايات المتحدة ربما لديها بعض التصورات عما لا يجب عمله في مرحلة اليوم التالي أو ما بعد الحرب، ولكنها لا تستطيع أن تجيب على سؤال ماذا يجب عمله بعد الحرب، وهذه مشكلة حقيقية. لا يوجد تصور واضح. بنيامين نتنياهو لديه أهداف غامضة وغائمة يحاول أن يحققها، وهي التواجد الدائم في قطاع غزة، ولكن بأي كيفية؟ هل ستبقى له قوات عسكرية وبالتالي ستتحول هذه القوات إلى صيد سمين لعمليات المقاومة؟ هل سيكون هناك طرف حاكم في قطاع غزة موالي لإسرائيل؟ هذه مسألة ستجعل هذا الطرف في صدام دائم ومباشر مع الشعب الفلسطيني. هل ستكون هناك عودة للسلطة بشكل أو بآخر؟ السلطة الوطنية الفلسطينية أعلنت بشكل واضح أنها لن تعود على الدبابة الإسرائيلية، وأن عودتها إلى قطاع غزة ستكون وفق تصور وحل شامل للأزمة. هل ستكون قوات دولية؟ من سيشكل هذه القوات؟ هل ستشارك فيها أطراف إقليمية؟ كل هذه أمور وأسئلة صعبة لا يملك أحد الإجابة عليها. نعم، لو تسمح لي دكتور، إحنا معنا نبأ عاجل عن من مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة شكلا وموضوعا لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة من أي نوع. مرة أخرى عن مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة شكلا وموضوعا لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة من أي نوع. هذا أصلا يعني أعتقد من، ولكن لا ينفصل عما كنا نتحدث عنه، اللي هو غموض الرؤية الإسرائيلية والأمريكية، وبالتالي هم يحاولون أن يورطوا الأطراف ذات المصداقية وفي مقدمتها مصر في أي أمر يتعلق بمستقبل غزة، لأن هذه مسألة تمثل أولوية بالنسبة لإسرائيل. هي أولا لا تعرف ماذا تريد، لا تعرف كيف تحققه، وهي ترى تماما أن مصر حققت العديد من المكاسب على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي في هذه الأزمة بمصداقيتها، بوضوح رؤيتها، بوضوح الأهداف، وهي وقف إطلاق النار والبدء في حل سياسي. هذه مسألة تحاول إسرائيل أن تغطي عليها، تحاول أن تشوهها من خلال محاولة توريط مصر في أي أمر يتعلق بمستقبل قطاع غزة. هي تعمل، لا أعلم إلى أي مدى هذا دقيق يعني يا دكتور، ولكن هل هي تعمل أيضا على يعني اقتحام إقليم آخر في توقيت كده؟ أنا رصدت ولا أعلم إلى كان دقيق، أنه قبل اجتياح الشمال حدث مناوشات مع جنوب لبنان، قبل اجتياح خان يونس مناوشات مع جنوب لبنان، والآن قبل اجتياح رفح أيضا بعض المناوشات مع الجنوب. هل هذا مقصود؟ وإلى أي مدى يتزك بالإقليم دلوقتي بهذه التحركات وورقة أيضا مع نتنياهو؟ يعني أنا أعتقد أن ملاحظتك دقيقة للغاية وصحيحة، لأنه أولا إسرائيل تحاول أن تظهر بشكل أو بآخر لداعميها أن المسألة لا تقتصر على غزة، وأن قرب التوصل إلى حل في غزة لا يعني أن الحرب انتهت، وأن هناك جبهات أخرى مشتعلة يجب أن يتم الحذر منها، ويجب أن يتم الاستمرار في دعم إسرائيل كي تستطيع التصدي لمخاطر هذه الجبهات. وبالتالي هذا التصعيد متعمد ومقصود ومستهدف بالنسبة للحكومة الإسرائيلية كوسيلة للضغط على الداعمين في استمرار دعم إسرائيل في الفترة المقبلة. النقطة الثانية أيضا هي رسالة للداخل الإسرائيلي، إن المسألة لا تقترب من النهاية، وأن المسألة حتى وإن توصلنا إلى حل اليوم في غزة ستكون هناك جبهات أخرى مفتوحة علينا القتال عليها لتأمين أو ما يعني ما يزعمون أنه أمن إسرائيل والدفاع عن أمن إسرائيل. وبالتالي هي رسالة مزدوجة لداعمي إسرائيل في الخارج وأيضا للداخل الإسرائيلي. وأعتقد أنه كثير من الأطراف في الداخل الإسرائيلي سواء في المستوى العسكري أو في المستوى السياسي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، لا حتى توجد مبرر لاستمرارها في السلطة، توجد مبرر لإرجاء عمليات المحاسبة السياسية والقضائية لهؤلاء الضالعين في هذه الأجهزة وفي هذه المستويات السياسية والعسكرية. بالتالي هذا التصعيد متعمد ومستهدف ومقصود من جانب إسرائيل. هل بعد مثل هذه الحروب تكون هناك مساءلة للحكومة؟ يعني بعد 2006 الحكومة تسألت في إسرائيل عن ما حدث من انتهاكات شديدة؟ يعني أنا أعتقد أنه التاريخ بيجيب على هذا السؤال، وهو نعم. يعني إذا عدنا قبل 50 عاما بعد حرب أكتوبر 1973 كانت هناك لجنة أجرانات التي أجرت تحقيق كبير وموسع ومتعمق في الفشل العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي في مواجهة مصر،
وهذه اللجنة أدانت بشكل واضح العديد من القيادات العسكرية والسياسية والاستخباراتية الإسرائيلية. وأيضا بعد إخفاق 2006 أيضا جرت محاكمة لعدد من الساسة وعدد من القادة العسكريين وفي الاستخبارات الإسرائيلية. أتصور أن المحاكمة هذه المرة ربما تكون واحدة من أكبر عمليات المحاسبة والمحاكمة في إسرائيل، وهذا ما يجعل بنيامين نتنياهو يتخوف على مستقبله السياسي، ورأينا عددا من المؤشرات تشير إلى ذلك عندما منع بعض الدوائر العسكرية من تسجيل اجتماعات الكابينت في إسرائيل، وكأنه يحاول أن يفسد الأدلة التي يمكن أن تدينه، عندما رفض أن يفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في عملية الإخفاق الذي تم في 7 أكتوبر، عندما حاول أن يقدم بعض الأدلة أو يفسد أو يخفي بعض الوثائق المتعلقة بالقرارات التي اتخذت في هذه المرحلة. كل هذه المؤشرات تؤكد أن إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو تحديدا يستشعر أن حسابا قاسيا سيأتي بعد توقف الحرب، وهذا ما يجعله يتحرك لإفساد كل الأدلة التي يمكن أن تستخدم ضده، فضلا عن إطالة أمد الحرب حتى يستمر في السلطة لأطول فترة ممكنة، بما يؤمنه من البحث عن مخرج آمن إن وجد مخرجا آمنا في النهاية. الموقف المجتمع الدولي كيف تقيمه؟ وهل يمكن أن نرى في يوم من الأيام إسرائيل فيما تسمى بالعزلة الدولية؟ هل هذا وارد؟ يعني أولا الموقف الدولي موقف عاجز وموقف الحقيقة مخزي ويدعو إلى الشفقة، لأنه أنا بعتقد أنه النظام الدولي بهيكليته الحالية هو في طريقه إلى الزوال، وللأسف الشديد ثمن هذا الزوال ثمن فادح، و حقائق التاريخ بتقول لنا أنه النظام الدولي لا يتغير إلا بعد أزمات كبرى، يعني تغيرات الدولة الدولية مثلا عصبة الأمم ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى، عصبة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، سقوط الاتحاد السوفيتي أدى إلى أحادية القطبية اللي احنا بنعيشها حتى هذه اللحظة. أنا أعتقد أن العالم مقبل على زلزال ضخم يعيد بناء هذا النظام الدولي الذي اهترق والذي شاخ والذي وصل إلى مرحلة من العجز غير مسبوقة في التاريخ في حقيقة الأمر. لكن للأسف الشديد نحن مطالبون بالتعامل مع أدوات هذا النظام حتى هذه اللحظة. للأسف الضغط الأمريكي والغطاء الأمريكي الذي توفره واشنطن لإسرائيل هو ما يحميها حتى هذه اللحظة. حتى يعني رأينا كيف أن محكمة العدل الدولية على مدى سنوات طويلة كيف كانت أسدا على بعض الدول الإفريقية وبعض الدول النامية، بينما كانت نعامة وحملا وديعا فيما يتعلق بإسرائيل. كيف فرض دونالد ترامب في فترة من الفترات عقوبات على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية لأنها فقط تجرأت وأعلنت أنها بصدد فتح تحقيق في جرائم الولايات المتحدة في أفغانستان. فبالتالي نحن أمام نوع من البلطجة الدولية غير مسبوق في حقيقة الأمر، إنه دولة تفرض هيمنتها ليس فقط على بقية دول العالم أو على كثير من دول العالم، ولكن حتى على المؤسسات الدولية، تمارس نوع من الإرهاب للمؤسسات الدولية، تمنعها من ممارسة أدائها الذي أسست من أجله. حتى محكمة العدل الدولية أعلى سلطة قضائية في المنظومة الدولية لم تستطع، رغم طبعا أهمية القرار الذي أصدرته بقبول مذكرة جنوب أفريقيا، لكنها لم تصدر قرارا بضرورة وقف الحرب، مع أن وقف الحرب هو الضمانة الأساسية لمنع جريمة الإبادة الجماعية التي تنظرها المحكمة. والمحكمة كانت لديها سوابق في قرار بوقف العمليات العسكرية بشكل مباشر، ولم تستطع أن تتخذ هذا القرار نتيجة الضغوط الأمريكية أيضا. كل هذه مؤشرات أنا بعتبرها ويعني أقرأها كمؤشر لقرب انهيار هذا النظام الدولي الذي وصل إلى مرحلة من الشيخوخة ومن العجز، يجب أن يبحث العالم بالفعل عن نظام بديل. توقعاتك للسيناريوهات يا دكتور في الساعات المقبلة، هل يبقى الوضع على ما هو عليه على سبيل المثال ميدانيا، وربما نكتسب مرحلة جيدة في المفاوضات، ربما تجمد المفاوضات بشكل أو بآخر، هل تضغط الولايات المتحدة الأمريكية الآن للوصول إلى أي نقطة ما؟ يعني رأي حضرتك إيه في السيناريوهات المتوقعة؟ يعني في تقديري فيما يتعلق باستمرار المفاوضات، أتصور أن الإرادة المصرية ستدفع باتجاه استمرار المفاوضات، لأن مصر لديها موقف واضح ومعلن، وهو أن الحل السياسي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق، وأنه لا بديل عن التفاوض، وهذه مسألة تمثل بالنسبة للقاهرة أولوية، وستدفع باتجاهها رغم كل الظروف ورغم كل العقبات ورغم كل العراقيل التي توضع في مواجهة التوصل إلى تهدئة.
فيما يتعلق بسيناريو العمليات العسكرية، تصور أن إسرائيل ستستمر في عمليات التصعيد الممنهج، تصعيد تدريجي ربما بحثا عن هدف، إذا ما استطاعت أن تتوصل إلى هدف ربما يمثل بالنسبة إليها نقطة لإعلان يعني بين مزدوجين نصر ما في هذه المعركة. فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، إذا لم يكن هناك تحولا مغايرا للموقف الأمريكي أعتقد أننا سنستمر في هذه المتاهة وفي هذه الدائرة المفرغة. تحول سياسي أو تحول فيما تحول سياسي، ضغوط داخلية تتجاوز قدرة الإدارة الأمريكية على التحمل، أعتقد ربما عمليات تؤدي إلى إضرار كبير بالمصالح الأمريكية، ربما يمثل ضغطا على الداخل الأمريكي يدفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرار مغاير لما اعتدنا عليه خلال الأزمة. الموقف الإنساني يعني كيف تتابعه؟ أخيرا دكتور، آخر سؤال، في ظل التطويق الكامل لإسرائيل لرفح ومع عدم دخول أو خروج أي مساعدات ولا إصابات، وفي مستشفى واحد أعتقد الآن اللي بيعمل فيه داخل رفح، للأسف الشديد سيناريو كارثي ويزداد قتامة. الفترة المقبلة ستكون قاسية للغاية، إسرائيل مصرة على استخدام سلاح التجويع وعلى استخدام الملف الإنساني كأداة للي ذراع حركة حماس وفرض واقع على المفاوض الفلسطيني. أعتقد أنه للأسف الشديد إسرائيل ستمضي قدما طالما أنه لا يوجد تحرك يجبرها على التخلي عن هذا النهج العبثي والجنوني، وستستمر في التصعيد، وللأسف أعتقد أنه قطاع غزة سيتجه إلى مجاعة لا محالة. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم دكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وأنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. إلى اللقاء. We'll be right back.